انا خليت فلوس صحيحه تما ما تقدرش عيشني فهمتي. ما سمحتش فلوس كامله ما خديت شدر وفايت على 100 فهمتي ماشي فلوس قليل من 100 مليون سبت شي فيها الراجل. شنو اللي خلاك تكمل في الوداده؟ عيطوا لي الراجل وانا شفت لا بحال عندي شي معلومات ان سيدويت الكل كيعرفوا بانه كان كيلعب كظهير ايمن ولكن وسط ميدان دفاع هو بداية ديال كاع ما كنتي كتلعب لا انا وسط انا تكوين وسط ميدان دفاع يعني مشيتي للوداد تقيتي كاع انت وسط ميدان حقيقه ولقيتي لعب رجع لا ديك الساعه ديك الساعه انا لعبت اريال ضرب نعم اريال ضرب اريال ضرب في الراجع تلعبتي في وسط ميدان في الراجع اللي جات كافي ملي بديت انا لا ملي بديت انا ملي تيرا شكون اللي قال لك اجي اريال ضرب انت بروفيل سنيور كارد كاريدو في الديربي اول ماتش ليا في الديربي كيفاش تعاملتي مع انت عمرك احسن لاعب جيت كاين ما جيت اخذت احسن لعاب هذاك الماتش ضد اول الوداد خسرنا بواحد زائر دوسي مخابره كبير الحمد لله صافي من تما بقيت بقيت لاصق هذيك التيكيت سي ابراهيم اش كنت ديالو يعني في واحد المركز اوكي كانوا في السلاح ديالو كيتغير المركز ديالو كيصعب على المنطقه الخطط تكون ثابتي بوسكيتس بوسكيتس كان دومي سونتر ومني شافوا غوارديولا طلعوا ميليو تيرا تألقتي انت كظهير ايمن لقيتي الراحه ديالك في مركز كظهير ايمن انا يا ما نكذبش عليك انا تقريبا لعبت كاع لي بوست كوري فابور والله الا لعبت كاع لي بوست واحد الماتش ضد طنجه كنا لاعبين في دونور دخلني كاريدو قال لي غتلعب ايميطا ميطا خصك تبريسي فيها وتخلي الدراري وراك وتبريسي انا لعب ديك الساعه كنا كنلعبوا جوج واحد شكون لعب انا وشاكير وقدامنا حفيظ نقدر نقول كنفوتهم كنبرايسي كنخربق عليهم اللعب وكنرجع لبلاصتي خرجت ميطا ميطا الثانيه ربحنا تبارك الله نقدر نقول اخوان كاريدو هو اللي عام دويك اللي اكتشف دويك اكثر اللي عطاك ثقه اكثر لا انا شوف اول واحد شافني انا هو حمد العيني لا تعرف حسب الله هو اول واحد اللي وصل على المدرب ديك الساعه فريك برومي هو كيف الفريق الاول كاريدو هو اللي كيقال هو اللي بديت معاه هو اللي بديت معاه هو اللي تقف في الدويك هو اللي اكتشف دويك اكيد اول مباراه كانت لك تدوك مع الفريق الاول كيفاش كان الشعور ديالك ربما اول مباراه كانت لك كان لا الفريق الاول لا اريال ضرب هي الديربي اول مره نلعب اريال ضرب قبل كنا مع بركان بركان في وجده انت كلعبتي دخلت في هذاك الماتش خسرنا وقيل بواحد الزهر هذيك اول مره لعبت الفريق الاول هذاك اول لا اول كونفوكاسيو كانت اسفي ولكن ما دخلتش كنا اسفي خسرنا بجوج الزهر في اسفي بصي مع كانت بونتوش اول كونفوكاسيو اول كونفوكاسيو الاجواء الاولى لا مع فلوطير عارف كونسونطراسيون الاولى كيفاش تدوز هذيك كيفاش حسيتي هذيك الشيء طلع حنا كنا ديجا كنديروا في الاسبوار وداك الشيء وهذاك الماتش ما كانش الجمهور سكيل في ما حسيتش بشي فهمتي بشي فرق وفاش فاش فاش دخلنا في دونور كان الماتش كان هذاك اسفي لعبنا ضد بركان في وجده ودخلنا الراك وانا دخلت من الاول دخلت من الاول هذاك هذا هو اول مدرب كينادي على الفريق الاول هو اول مدرب اللي شاف في الدويك كاريدو اللي دوز يعني حقبه جد محترمه مع فريق الرجاء الرياضي كنتي مع كارتيرون ايضا يوسف السفري ربما فتحي جمال السلامي عفوا هذو كامل المدربين اللي مريتي معهم شنو المدرب اللي كتشوف انك كنتي مرتاح معه اكثر او تالقتي معه اكثر لكل مدرب والناس التكتيكي ديالو كل مدرب تقريبا كامل لعبتي معهم كامل كامل الحمد لله هذا هو خصني خصني ورا العام الخامس خرج من العام الخامس ولا جاتك الاصابه لا قبل رجعتي ملي جاتك الاصابه عاودتي ثاني رجعتي للرجاء رجعت في اول موسم رجعت تسالى سميتو سالى الموسم لا قبل ما يسالى الموسم رجعت الرجاء كنا لعبنا في كورونا مع الاهلي في مصر رجعت مشيت برايت الزمام رجعت من الزمام راه عاباش طال المشكل مع المدرب من بعد انا مشيت من الرجاء مشيت ل الفريق نهضة زمامرة رجعت نهضة زمامرة لا مشيت غير بريطي زمامرة من ورا زمامرة رجعت مشيت المحمدية شباب المحمدية تجربة ديالك مع شباب المحمدية في ديك الوقيتة التجربة ديالي كانت باخر كانوا لي موايان صراحة في المحمدية كانوا لي موايان ما كان الفرق فين في الجمهور ما بين الرجاء والمحمدية كان الفرق في الجمهور تبارك الله راك عارف المحمدية مشيت كان عيط لي محمد ما يمكنش يعيط لك محمد تقول لا أكيد فهمتي كتمشي كتستافد شي حويجات جداد كتعرف كره قديمه وجديده كتعرف بزاف د الحوايج بديت الحمد لله كانت حيت علاش مشيت كانت هذيك ليكيب اولمبي ديالنا كاملين كاينه في محمديه شحال من لعاب شي سبعه لعاب ولا سبعه كاين شي سبعه لعاب ولا شي كاين عمرك كذلك بغيتي ديال الزمان بيان سور لعبت كاع الماتشات بيان سور لعبت كاع الماتشات كان المدرب كان اسماعيل العلاوي توقع قريب كيعرف مزيان يعني مشيتي الحمد لله العلاوي
على وين فهمت شي هو متعطشر بهذيك التيكي تاكا وداك الشيء اللي لعب شي وخديت شي مكان ولا امشي شي مقابله كبيره واسترجعتي لي مويان ديالك الرجاء يعني لا دابا دابا الرجاء انا راه ما كايناش ملي رجعت ما كايناش الفكره ديال راه غتمشي ولا ما كايناش غير ما بين اليوم غدا غتسنيات تبدل هذاك الشيء فهمت انت ما كنتش كتوقع انك غادي انا ما كاينش انا باغي لي في الاول في الاول المدرب باغيني فهمتي حيت ما كانش باغي في الاول جا يقول لك شنو كان ديك الساعه داك لا داك التونسي التونسي ساتشيل ساتشيل ولكن اللي بغيت نسول انا مادام ان المدرب كان مقتنع كيفاش انه ما بين عشيه وضهري غير رايتي والله ما عرفتش بالله والله ما عرفتش حيت ديك الساعه كنا حنا متاكد من المدرب هو السبب اللي حطك في لاليست ولا شي جهه لا مدرب ديك الساعه المكتب كامل كان كيعرفني انا ما كاينش لي ادي على التويتش فهمتش يعني المكتب ديك الساعه كان فحال ما كانش داك المكتب اللي كان معنا حنايا كان جا مكتب جديد ملي مشى الزيات جا مكتب جديد فهمتي كاين شي واحد زعما الاستقرار كلاعب وقعك اللي وقعك لاعب باش كتحس انت خمس سنين وعطيتي وبدتي يعني مازال توعتي بفارق مشيتي بريطي ورجعتي ورجع وباغي تلعب وجا واحد المدربين عاشي وضحى يعني كيما كيحسش شوف استطلاح انايا يعني. باش نخرجوا من الباب لا شوف دائما كلاعبين فقط لا شوف كنخرجوا من الباب شوف استطلاح نقول لك انا والله ما حسيت بشي حاجه نقول لك علاش حيت غادي نرجع تما ان شاء الله غنرجع ان شاء الله وما ما انا ما حسيتش براسي خرجت من بالعكس من باب صغير فانا خليت فلوس صحيحه ما تقدرش عيشني فهمتي سمحت فلوس كامل ما خديتش در وفايت ال100 فهمتي ماشي فلوس قليل من 100 مليون سمحتي فيها الراجل انا ما مشيتش كاعي كاع ما مشيتش حيت باش تعرف والو وما عمرني قلتها ما عمرني خرجت قلتها ولا شي حاجه علاش حسيتي غير كتعزف في راجل قلنا ديك الساعة كان باقي لا ما كانتش ازمات كنا لعبنا كوب دارا لعبنا كوب دارا تلقاو رواتب وتلقاو فلوس وانت والله الا سمحت سنين ريزيرياسيون فيها زيرو ديال والله ما نكذب على حسابي ومشيت بحالي وكنقول في راسي غادي نرجع ان شاء الله وغادي نعوض هذاك الشيء كامل ان شاء الله ان شاء الله اكيد ما نتمنى ان شاء الله اي مره جاوا انا نسول اخويا دوي كنعرفك شنو باغي تقصد واحد المتابع الكرام تيقول لي سول محمد دوي الاحساس ديالو والشعور ديالو في الديربي ديال كاس العرب الديربي الشهير 4-4 نسولو ما كاينش مشكل عارف شنو باغي تقصد هاي اي مره هذاك الماتش اكسبسيون ما كنظن بني خصك واحد المده ديال الاعوام باش يولي يتعاود داك الماتش باش يتعاود هذاك الماتش والاجواء اللي كانت فيه وهذيك التهيئه دوك كيفاش تهيئ داك الماتش من الاعلام ومن بزاف د الحوايج هذاك الشيء كنت كنشوفه ما بين جوج فرق كبار اللي هي البوكا جونيور وليفر بليت كان كيبان لي داك الشيء كنت كنتفرج انا في ديك الديربي كنت كنتفرج فيه وداك الشيء تعاود فهمتي بحال عاود بان لي قدامي حيت تبارك الله هذيك الوقيته كانوا لعابه كبار لا في الوداد لا في الراجل وداك التسويق ديال الاعلام وداك الشيء زاد كبر الماتش فهمتي داكشي علاش بان الماتش تبارك الله وكان داز واعر السيناريو ديال الرجعه باقي ما ان الاخ اي مره جاوي جبد لنا الديربي الوداد كان متخسر 3-1 وجد الهدف الرابع واش كان عندكم انتم امل انكم بكل صراحه مازال كتبقى 4 ساعه المباراه النهائيه ديال المباراه كان عندك امل بان فريق الرجاء مازال غادي يرجع في النتيجه داك الضغط اللي كان شوف حنا الا شفتي هذاك العام تقريبا راه تقريبا كاع لي ماتش كنا كنكونوا خاسرين فيهم ولا متعادلين وكنربح في كاع لي ماتش تقريبا وي كانت الرجاء عندها القوه ولكن غير الفرق فين كاين كنكونوا خارجين من دونو في دونور لا كاين خارجين من دونو هذاك الشيء اللي دابا ما بين ميطا وميطا هي فيش باش تبدل الوضع فاش سالات الماتش وتمكن الهدف الرابع ديال التعادل شنو كان الشعور ديال الدوي ما تقدرش توصل داك الاحساس فهمتي ما تقدر ولكن الدور كان بين الشوطين كان دور المدرب حسيتو بان المدرب عطاكم تعليمات اخرى ولا هادشي غير الدور ديال اللاعبين انتوما هذا الفعل كان ديالكم لما هزيمه ومركب محمد خامس والجماهير وسجل لك ضربات اهداف اكيد واش انتوما عاودتوا تقصوا في الامكانيات ديالكم ولا كان التغيير ديال المدرب والتعليمات ديالو اللي عطات الاكل ديالها بسيط الحال هذاك العام ما كانش مدرب واحد راه مدرب بونتوش ولاعبين معك سته المدربين في الدائره كان مدرب حريفيه تبارك الله تولي حافظ واحد يكمل واحد مش تولي حافظي كان يا جور كان بزاف اللعاب اللي تبارك الله فهمتي كيما قلت لهم شنو تقول لهم وانت خاسر ب 4 تقول لهم
تقول تقول لهم لا شقات الاول شاور ده الفعل ديال المدرب من الشوطي كيفاش كيفاش هضر معاكم نتوما ما دواش هذا هو بوحدنا جمعوا هذوك لي لي بيري ديال الفرقه هما اللي هما اللي عاودوا الدروج لا ماشي في سير في الدروج الدروج كان بادار كان حفيدي لا ما كانش حفيدي كان بادار كان